السلام عليكم، هلا بالشباب، يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تدعموا الفيديو بلايك والناس الجديده تنورنا وسبسكرايب في القناه. ان شاء الله في الفيديو ده هنشتري باكج ارسنال للناس اللي ما تعرفش. فيه فيديوهين قبل كده اشترينا فيهم باكج برشلونه وطورنا اللعيبه اللي فيه، وباكج مانشستر يونايتد وطورنا اللعيبه. باقي بس باكج ارسنال اللي انا من وجهه نظري كارقام من غير تجربه، يعني كارقام هو اقوى باكج في الباكجات دي، وهنقول لكم ليه بالظبط. يلا بينا ندخل على الباكج نشتري، ويلا بينا شباب نشتري باكج ارسنال بالمدرب الاسباني ارتيتا. بسم الله يلا بينا. وصل الباكج. طبعا باكج ارسنال كارقام هو اقوى او اعلى باكج في اللعيبه بتوصل فيه لريت عالي مقارنة بباكج برشلونة وباكج مانشستر يونايتد. الباكج ده فيه ثلاثة بيوصلوا لليفل 99، هنطورهم مع بعض. منهم مثلا على سبيل المثال مارتن اوديجارد وسط الملعب، فيلا بينا نستلم المدرب ارتيتا ونستلم مثلا ساكا. نتفرج على الانيميشن بتاع الكارت. يا سلام يا سلام، الديزاين احسن من ديزاين مانشستر يونايتد سيكا. فالباقي بقى نعمل له ريسيف اول. يلا بينا. اوكي نضغط بقى ريسيف اول عشان ما ناخرش الفيديو، ويلا بينا نروح نطور ونكون التشكيله. طبعا ارتيتا بيلعب بوزيشن جيم، فزي ما احنا على وضعنا في الخطه هنغير بس او نجيب اللعيبه نحطهم في التشكيله. عندنا هنا تومياسو نحطه زي ما هو، عندنا جابرييل ماجاليش، وعندنا بين وايت بيلعب ليفت. طب نجرب نبدل بينه وبين تومياسو، ده يعني حاجة معقولة شوية. وهنا كاي هافرتس اللي بيلعب كمهاجم معرفش ازاي. عندنا هنا رامسدال، وعلى السريع كده عندنا مدافعين ارسنال جابرييل ماجاليش وويليام صليبا. ويليام صليبا تقريبا بيوصل ل 98 او 99. ماشي، ممكن نغيرها نلعب بتشكيلة وينج رامين مارتينيلي عادي نلعبه في مركز الام اف، بس هو لا هو كاي يعني احسن حاجة ليه كوينج. ماشي هنغير التشكيلة نخليها تشكيلة وينجات. تشينج فورميشن، تعالي 4-3-3. يلا بينا. لا كده لخبطنا الدنيا. تمام، ونجيب جابريل جيسوس. هو احنا لازم يكون عندنا ديفكت، لازم هنحط هافرتس سكند سترايكر، ونجيب اوديجارد نحطه في نص الملعب، وبعد كده ديكلين رايس، وبعد كده اخر واحد ساكا اللي للاسف كده هيكون عندنا مشكله. طب ماشي نرجع هافرتس نلعبه في نص الملعب، وساكا نخليه زي ما هو. يا عم ارجع ارجع، مش قصدي ليس قصدي الان. بلاير رولز نخليه زي ما هو وينج. خلاص كده ظبطنا التشكيله، يلا بينا نطور اللعيبه في التشكيله. ويلا بينا يا شباب نطور اللعيبه، واول واحد نبدا بيه هو مارتن اوديجارد اللي بيوصل معانا في الليفل ماكس ل 99، ونخش على الليفل تريننج نوصله للليفل ماكس بتاع التريننج. اوكي يلا بينا على السريع، وصلناه مع دينا 66,000 بوينت. اوكي ندخل عليه تاني بلاير بروجريشن. اول واحدة هنسيبها زيرو زي ما هي، اللي بعدها 9، تمام، اللي بعدها هتكون 8، تمام، اللي بعدها هتكون 5، دي كده 6، بعدها 8، وبعدها زي ما هي زيرو، واخر واحدة هنخليها 3 بس. وصلنا في البيز ل 96، هيوصل في التشكيلة ان شاء الله معاك ل 99. تمام، بعد كده هندخل على ساكا زي ما هو في مركزه في الوينج. ندخل على الليفل تريننج نوصله للماكس. ممكن ما نطورش كل اللعيبة في الفيديو ده عشان الفيديو ما يبقاش طويل والناس تزهق. وصلناه للماكس، اوكي هيدينا 60,000 بوينت. تمام ندخل على ساكا. ساكا طبعا بيوصل برضو ل 99، وندخل على التطوير بتاع اول واحدة 5، بعدها 2، بعدها 8، تمام، وبعدها برضو 8، وبعدها 7،
وخلاص وصلناه في البيز ل 96، هيوصل في التشكيلة معاك ل 99. بعد كده ندخل نجيب ويليام صليبة من اللعيبة برضو اللي بتوصل ل 99. دول الثلاث لعيبة اللي بيوصلوا معاك ل 99. ندخل على ويليام صليبة. تمام، يلا بينا. اوكي، هياخد 62,000 بوينت. وندخل على التطوير بتاعه. اول ثلاثة هنخليهم زي ما هم متصفرين. من اول دي هنخليها 4، تمام. واللي بعدها برضو، لا اللي بعدها دي 4، واللي بعدها دي هنخليها 8، واللي بعدها هيخليها 12 طبعا عشان هو مدافع. كده هنوصله في البيز برضو ل 96، وهيوصل معانا في الليفل ماكس مع البوست ل 99. كده وصلنا لثلاث لعيبه ل 99، وده الباكج الوحيد اللي فيه ثلاث لعيبه 99. باكج مانشستر يونايتد مفهوش، وباكج برشلونه برضو مفيش فيه حد. ندخل على ديكلين رايس، بيوصل ل 98، وصله للماكس بتاعه. تمام، نستخدم الكروت الصغيره دي يعني كده كده هنخلصها. وصلناه للماكس بتاعه. وندخل على التطوير بلاير بروجريشن. اول واحدة زيرو زي ما هو، بعدها دي هنخليها 4، واللي بعدها برضو 4، اللي بعدها 0، ونعمل سكيب ونخلي دي 8 ودي 4 طبعا لانه مدافع. هنوصل دي ل 12، وكده نكون وصلناه في البيز ل 95. هيوصل معانا مع الكلاب بوست ل 98. تمام، ندخل على جابرييل مارتينيلي ونوصله. بيوصل معانا في في الماكس بتاعه ل 98. تمام، يلا بينا نستخدم الكروت الصغيرة دي. اوكي وصلناه، هناخد 63,000 بوينت. يا جبريل يا مارتينيلي. تمام، هنوصل مارتينيلي للبيز بتاعته اللي هتكون تقريبا في رينج 95، عشان هو بيوصل ل 98 مع الكلاب بوست. دي هنخليها 4، واللي تحتها برضو 4، اللي بعدها هنخليها 10، واللي بعدها 8. تمام، واللي بعدها برضو 8. وصلنا في البيز بتاعته ل 95 مع كلاب بوست، هنشوفه هيوصل معانا ل 98. بقى جابريل جيسوس، وكده نكون قفلنا الهجوم. اوكي، جابريل جيسوس هيوصل ل 98. تمام، نخلص الكرة الصغيرة دي عليه. يا جابريل يا جيسوس. لا ده لسه بدري عليه، لسه بدري عليك يابا. تمام، جابرييل جيسوس، نقلل دول شوية كده. تمام، وصلنا للليفل ماكس بتاعه. بقى بس التطوير، تعالى يا عم جابرييل. بلاير بروجريشن، أول واحدة هتكون 8 عشان ده طبعا مهاجم، اللي بعدها 0، اللي بعدها 4، اللي بعدها 12. تمام، اللي بعدها 4، واللي بعدها برضو 4. وصلنا في البيز ل 95، ان شاء الله يوصل معاك كلاب بوست معاك ل 98. كده الهجوم باين بس في نص الملعب اللي هو مش مكانه اصلا، كاي هافرتس اللي هو نازل في النسخة او في التشكيلة دي كمهاجم. المفروض كان نزل كنص ملعب او اي ام اف عشان يعني التشكيلة تكون مظبوطة شوية، بغض النظر عن هو المدرب بيلعبه ازاي دلوقتي في ارسنال على ارض الواقع يعني. طيب يا شباب، ممكن على السريع كده نطور اخر اتنين لعيبه، نختار مثلا هافرز نوصله للليفل ماكس، لان اصلا الكروت اللي معانا احتمال مش هتكفي كل اللعيبه. تمام، تعالى يا عم هافرز. اوكي، وصلنا هافرز، كي هافرز للماكس بتاعه. نعمل بقى البلاير بروجريشن. تعالى يا عم هافرز، اللي مثلا اول واحده دي هنخليها 9. تمام، اللي بعدها 0، اللي بعدها 4، اللي بعدها 10. تمام، اللي بعدها ممكن 5،
اوكي، ودي 3 وكده نكون وصلناها في البيز بتاعته ال 94، هيوصل معانا في الليفل ماكس ل 97 طبعا عشان مكانه مختلف، ف يعني 82 تمام. طبعا انت ممكن تختار تشكيلة فيها 2 مهاجمين، اللي هي التشكيلة اللي مثلا 4-2-4 من التشكيلات اللي بتنزل في الابديت دي. هتلعب كل اللعيبة في مركزها عادي، هتلعب هافرس مهاجم وجابريل جيسوس مهاجم وساكا يمين ومارتينيلي شمال. نختار اخر لاعب نطوره ونخليه مثلا توماياسو الغلبان ليفل تريننج. اوكي تعالى يا عم، والله شكلك هتعوز اكتر من كده. ماشي، طب بما اننا مش هنعرف نطوره كويس فنكتفي بهذا القدر، مش لازم تماسه. نكون طورنا معظم اللعيبه اللي في الباكج، باقي بس الحارس وشويه من الدفاع وكده. يا شباب نكون وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وزي ما قلت لكم كارقام لحد الان اقوى ارقام هي موجوده في تشكيله ارسنال على ارض الواقع والتجربه، لسه لحد الان ما جربتش ولا تشكيله، فان شاء الله يكون اصلا معظمهم كويسين في انتظار باكج انتر ميلان واي سي ميلان وبايرن ميونخ، لان اللعبه قايله ان هي تنزل 6 باكجات. فيلا يا شباب، peace out.